عايز اقول ان اسرائيل زي ما كان اشار كتير من الزملاء في كلمات زي رامي ما قال، دخلت المعركة بهدف تحقيق نصر كاسح، بهدف الهاء المقاومة، بهدف ترقيع اهالي فلسطين وخاصة اهالي غزة. لكن ربنا سبحانه وتعالى والمقاومة كان لهم قول آخر، ويعني وصدق قول الله تبارك وتعالى حين قال: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم، كانوا إسرائيل هم الأخسرين، هم الخاسرون في هذه المعركة، والكيان الصهيوني هو الخاسر الأكبر. خسارة مالية قدرت بأربعة مليار دولار، أربعة مليار دولار خسائر مالية، منها 1.5 مليون شيكل إسرائيلي في ضرائب، وأربعة ونص في حجم الإنتاج، عائد الإنتاج الإسرائيلي خسارة. كانت خسارة أيضا عسكرية زي ما أوضح الزملاء، وده كان متمثل في حاجات كتيرة، متمثل في اختراق القبة الحديدية، لدرجة أن دلوقتي الخبراء الإسرائيليين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي زي جون ماكين بيتكلموا على أن إسرائيل في خطر كبير، لأنهم خلصوا كل الصواريخ المضادة بتاعة الدفاع المضادة اللي في القبة الحديدية، فصواريخ القسام وصواريخ حماس وصواريخ سرايا القدس وصواريخ أبو علي مصطفى وصواريخ الجراد كلها في النهاية رغم أنها لأول مرة بتصل إلى تل أبيب، كمان رغم أنها ما حصلتش إصابات كبيرة، لكن أنها استطاعت أن تخترق منظومة الدفاع الصهيونية، وده انتصار حقيقي وحربي حقيقي وكبير كمان. الحاجة الثانية غير هذا الانتصار العسكري الواضح اعترفت به الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، الآن بيشكل لجنة للتحقيق في إخفاقات الجيش الإسرائيلي. أنا عايز أقول إحنا بنتكلم عن انتصارات، لأن إحنا مش عايزين نتكلم عن لما نتكلم عن غزة وعن فلسطين تبقى مجرد بكائيات. لا، إحنا مش أمام بكائيات وأمام صعبانيات على الشعب الفلسطيني. حتى المقاومة نفسها لما تعرض عليها مبادرة إنسانية من فرنسا قالت لا إحنا مش عايزين مبادرة إنسانية. النهاردة المقاومة بتتكلم بعزة، بتتكلم بفكرة إن إحنا منتصرين، والمنتصر بيفرض شروطه، والنهاردة بيفرض شروطهم من خلال الوفد ومن خلال المطالب اللي نتمنى إن إحنا كلنا ندعمها. عايز أقول أو لا أملك إلا أن أقول: الله أكبر جند المقاومة فإنكم جند الكرامة والإباء والشمم، جيوش العرب خارت عزائمهم وجنودكم في أعالي الهمم، الله أكبر أرهبتم عدوكم فلم يذق طعم الراحة وأعينه لم تنم، الله أكبر الله أكبر يا مقاومة. انتصارات أخرى بنتكلم عنها زي ما تكلمنا انتصارات دولية متعلقة متمثلة في أن 9 دول أمريكا اللاتينية سحبت سفراها من إسرائيل، بالإضافة إلى تضامن شعبي بالذات في أوروبا، والأول مرة تضامن شعبي في أوروبا رغم طبعا المواقف الغير رسمية. العالم كله تضامن طبعا إلا نحن، وإلا العالم العربي، وإلا مصر مش بس ما تضمناش، إحنا كنا للأسف أنظمتنا متواطئة مع النظام الصهيوني. الانتصار الهام الثاني اللي عايز أشير إليه هو الانتصار الإعلامي. هذه الحرب طول عمر اليهود منتصرين اعلاميا، طول عمر الصهاينه منتصرين اعلاميا، من اول اعلام جوبل، يعني اللي يدرس اعلام يقول لك اعلام جوبل، وهم دايما عندهم الماكينه الاعلاميه، الصهاينه عندهم الماكينه الاعلاميه، لاول مره ماكينه غزه، ماكينه حماس، ماكينه الجهاد، ماكينه المقاومه الاعلاميه والفلسطينيه تكون اقوى. لاول مره تجبر الاعلام الصهيوني والاعلام المتصهين الموجود في العالم العربي على الاعتراف بالحقيقه، وتجبرهم على نقل الصوره الحقيقيه. وعلى جرائم الصهيونية الحقيقية. النهاردة الصهاينة عندهم جرائم حرب دولية منقولة ومصورة صوت وصورة. فدوت انتصار كبير جدا، وهو الانتصار الإعلامي. الانتصار الأخير اللي هتكلم عنه وهو الانتصار السياسي. الحقيقة انتصار سياسي كبير بتشهده فلسطين، ودوت بتوحد صفوفها. وده كان من خلال بدأ من قبل الحرب بعدة شهور، عندما بدأت المصالحة الوطنية الحقيقية، عندما تنازلت حماس طواعية عن الحكم في غزة وتم وصول إلى اتفاق مصالحة وطنية كان ثمرته في هذه الحرب. النهاردة بنشوف وفد موحد للفصائل الفلسطينية موجود في مصر. الوفد الموحد ده بيحط شروط ومطالب موحدة الجميع يقف خلفها، كل الشعب الفلسطيني. الوفد الموحد مش بيتكلم عن حماس، بيتكلم عن حماس والأقصى وشهداء الأقصى وفتح وكل الفصائل، على عكس ما يحاول أن يصور إعلامنا. الوفد الموحد ده مش بيتكلم بس عن مطالب تخص غزة زي الميناء والمطار، ده بيتكلم عن مطالب تخص الضفة زي فكرة إلغاء المناطق العازلة. الوفد الموحد ده والاتفاق الموحد وتوحيد الشعب الفلسطيني رغم أنهم تحت الحصار، ده انتصار حقيقي
ليهم كلهم او لكل الشعب المصري والعربي ان يكون في توحد للصف الفلسطيني. بقول يا تلاميذ غزة علمونا، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا. تحية للمقاومة، تحية لغزة، تحية لفلسطين. شكرا.